مش خلاص خلصنا؟ لسه شوية. ايه يا ابو علي؟ زهقت من الشغل معايا ولا ايه؟ شغلانة وخلصت. وقلت لك لو جيت لك تاني هتزعل. سيبك بس من الكلام ده. انت عجبتني قوي الصراحة. عجبتني. نفذت الحادثة بتاعت عادل ونورهان بمنتهى الحرفنة. وده بقى اللي شجعني وأكد لي إن أنا أقدر أطلب منك الكبيرة. الكبيرة؟ غريبة يا آدم. وأنت فاكرني إيه؟ قتال قتلة؟ حسن رشيد اللي أنت غرقت إيده بالدم مش هعمل لك حاجة تاني. غرقت إيده بالدم. الله الله على المصطلحات يا أبو علي. وده بقى على أساس إيه؟ إنك كنت شريف قبل كده لا سمح الله؟ اوعى تكون يالا فاكر إن الحركة الخايبة اللي عملتها زمان في المينا لما وقفت لي شغلي ورجعت مشيته تاني إنها كانت ممكن تخير علي. أنا عديتها بمزاجي. قلت وماله؟ أهو قرد وبيلعب. مسيري في يوم أحتاجه ونططه. وده اللي حصل. ومش بس كده، اوعى تكون فاكر اني كنت مديلك ظهري وانت حاطط عينك على ذكرى ومن اول يوم. لعبتها صح يا ولا، قلت تسرقها من تحت ايدي وتروح لها وتجيلك وتشوفها وتشوفك وتطلع كمان تبات عندها وتعمل الواجب. خلصت الكلام. عايز مني ايه؟ مبدئيا نغمة الشريف دي تنساها خالص، ما اسمعهاش، عشان احنا الاتنين وسخين زي بعض يا حسن. وسخين زي بعض بالظبط. وايدك اللي طالتها الدم عادي يا حبيب قلبي، لما تطولها تاني مفيش مشكلة. وانا قلت لك 100 مرة مش هعمل لك حاجة تاني. طب بقول لك ايه يا ابو علي؟ خد كده حبيب قلبي اسمع المكالمة دي وبعدين ابقى قرر. وان فور ذا رود. اتفضل، ما تتكسفش. واو انتي بليز وزود شوكر عشان المنايل اللي اسمه الدايت. مرهق قوي الدايت ده يا انكل. اه مرهق. سوري يا ابو علي. مش عارف اقول لك ايه. بيتكو تحفه. فيري لوكال. ما فيهوش دايت شوكر. طب خد، انكل عايز يسلم عليك. سونسو. حبيبي يا ابني. اهدي يا امين. طب اصبر بالله. ايوه يا حسن. طب قول له قفل الموبايل بتاعه ليه؟ انت بخير يا حبيبي؟ اه تمام يا خالد. انتوا كويسين؟ بقول لك يا جمعه، نقول له على ورد ولا بلاش؟ احنا كلنا بخير، كلنا بخير يا حسن. طب قول له يفتح الموبايل عايز اكلمه. طم من قلبك انت يا حبيبي بس وبص لمستقبلك. يا جمعه انت بخير يا حبيبي المهم. سوري يا انكل، الشحن بقى على واحدة ونص. قصدي على شرط ونص. حسن ابني كويس يا جمعه؟ اه الحمد لله. يا ابو علي. طيب يلا بقى وتعالى لنا بالسلامة. على فكرة قبولات اشواق احضر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استغفر الله العظيم يا رب. علامة الساعة والله علامة الساعة. تليفوني يا صاحبي. ها؟ قلت ايه؟ ناوي تمشي برضو ولا هتقعد وتهدى كده وتسمع الكلام؟ ورحمة أبويا أكرم بدري. لو جيت جنب حد من أهلي دمك هيبقى على إيدي المرة الجاية. أنت فاهم ولا لأ؟ أنت حبيبي اللي هتعمل كده مش أنا. أنت اللي هتأذيهم وهتأذينا كلنا، عشان أنا قلتها لك مليون مرة وأنت مش عاوز تصدق. كلنا في مركب واحد. ممنوع حد ينطوا يا رب. مستحيل.
هي عملية واحدة وبعدها هنرتاح كلنا. صدقني يا حسن دي آخر مرة، ورحمة ماما آخر مرة، ما بحلفش بالغالية كده. اخلص. عايز مني ايه؟ هقول لك. الباشا وذكرى. والله بتعب في التفكير يا ماما.